وايد في انه حصل تشبيك على دوك ريكلام كبير جدا على مستوى الناس، لانه اغلب الفنانين والشغالين في الفاعلين في العمل الثقافي تلقاهم كافراد، لكن ما بتلقاهم الناس متجمعين مع بعض في انهم يشتغلوا مع بعض في اداره مشاريع ثقافيه على مستوى السودان. الورشة في إنه شبكتنا بكمية من الفاعلين والفنانين من مختلف أنواع السودان، من مختلف المناطق الموجودة في السودان، في شباب من بورسودان مخرجين وفنانين من بورسودان، شباب من الفاشير، شباب من الخرطوم، من وسط الخرطوم. الكلام في إنه نحن الحياة اللي عملناها في الفترة الفاتت أو الورشة اللي قدمناها ما عبارة عن ورشة، عبارة عن زول خدتها في السي في، ولا نحن اشتغلنا شاركنا في الورشة ويبقى على ورقة. لو الناس ما حست إنه في دور حقيقي حصل أو تعكس على المجتمع، ما في دور لينا وما في دور للورشة وما في دور لفاعل، لأنها كانت رسالتها بسمة دائما بتقول في إنه هي بتخلق برنامج، بتعمل البرنامج عشان الناس يكونوا أكتيفز، يكونوا ناس فاعلين في المجتمع. مشينا كفنانين لكن رجعنا كفاعلين ثقافيين، فده كان الدور الأساسي في إنك أنت عندك الروح الفنان، لكن بعد الورشة في إنك أنت دورك كفنان في تغيير المجتمع. بالعكس الشباب عندهم أمل كبير جدا في تغيير الوجه الثقافي على مستوى السودان في الفترة اللي جاية، بس محتاجين زي ما بيقولوا الدعم من الدولة ومن المجتمع ذاته في إنه يقدر يتقبل مفهوم التغيير الثقافي عن طريق استخدام الفنون.